فقرة ضيف وحدث راح تكون مع الكاتبة الأستاذة ريم الميع، كويتية في غوانتنامو. راح نتكلم عن هذا الموضوع في فقرة ضيف وحدث، فاصل وارجع لكم. قبل المغادرة هني أنا قلت إن ثلاث ليالي مروا في غوانتنامو، زمنيا يمكن نحس فيهم إن ثلاث ثواني مثل لمح البصر، انتهت الثلاث أيام، ولكن هي فعليا وبأثرها كأنها ثلاث قرون. فهني كنت قاعدة أتأمل قبل لا أمشي. وبالمناسبة هذا هو السور اللي يفصل بين المعسكر اللي يقيم فيه الجنود والمعسكر اللي يقيم فيه السجانين، واللي هو عبارة عن متاريس. بالضبط متاريس. فالحاجز هذا اللي يفصل ما بين، أنا أقدر أقول، الظلمات والنور، ما بين الحرية وما بين السجن وما بين المتناقضة. فتخيل أن هذا هو خط خرافي وهمي موجود بين متناقضين. هني السجن الأشهر اللي هو السجن اللي يقيم فيه المساجين، إكس راي. أنا أوقف قدامه وهو ورائي بالباك جراوند. وأهم المفارقات إن السجن اسمه إكس راي بمعنى أشعة إكس، وإني أرجع من غوانتنامو على طول. ثاني يوم أول ما وصلت الكويت انكسر إيدي وأنتقل من إكس راي خرافي أو خيالي لإكس راي حقيقي، ويسووا لي أشعة بريدي مستشفى. هذه واحدة من الطيارات العسكرية، لأن غوانتنامو هي قاعدة عسكرية، فما يتم الانتقال لها إلا من خلال الطيارات العسكرية. حتى الطيارة اللي انقلتني كانت مدنية، لكن هي تابعة للطيران العسكري، وهي يعني تعتبر طيارة مستأجرة مدنية، لكن هي رحلة خاصة وليس هناك طيران مباشر. يعني أحد يقص تذكرة أو يروح لفصة الطيران الاعتيادي. وهذه إكس راي الحقيقية يعني. هذا ختم الجواز. لأن هذا لولا أنا مو وياكم اليوم. ختم المغادرة طبعا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فقرة ضيف وحدث، واليوم ضيفتنا مميزة معنا الكاتبة الأستاذة ريم الميع. مرحبا في أستاذة ريم. أهلا وسهلا. اليوم ريم في غوانتنامو، مو أحسن؟ كويتية في الكويت. في الكويت غوانتنامو، شو قصتها؟ احكي لي عن الموضوع، روحتك هناك، القرار اللي أخذتيه وأنت كصحفية وكاتبة، وليش رحتي؟ هو البداية مو القرار أني أخذه أني أروح غوانتنامو، القرار البداية أني أكون صحفية. حلو. فقرارك أنك أنت تكون صحفي ما تملك من بعد أنك تأخذ جزء وتترك جزء ثاني. الصحافة هي التواجد في قلب الحدث، التواجد الميداني. يعني أنا مؤمنة بأن يحب الله أن عمل أحدكم عملا أن يتقنه. مو معقول أن أنا أكتب من مكان وأنا في مكان ثاني. فالأصل هو التواجد في قلب الحدث. في تلك الفترة أنا كنت صحفية ميدانية، كنت أحضر جلسات مجلس الأمة الكويتي في قبل حقوق المرأة السياسية، كنت أغطي جلسات البرلمان والاستجوابات، كنت أغطي أنشطة وزارة الخارجية الكويتية، كنت أتواجد في المطار في استقبال ضيوف الكويت إلى ساعات متأخرة من شتى دول العالم. ومو معقول بعد كل هذا لما يكون في حدث دولي معنية في الكويت ليكون في لها رعاية موجودين هناك، أني أنا ما أنتقل إلى قلب الحدث لنقل ما يدور إلى أهالي الكويت.
حلو. قررت تروحين غوانتنامو. كذي اخذت القرار؟ شلون بدأت اجراءات التنسيق؟ هو البداية انا قررت اني اكون صحفية، غوانتنامو قررت اني انا اروح لها لان كان تسلسل، لا 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 هو كان تسلسل طبيعي ان انا اكون صحفية، فسلسلة قرارات انت ما تقدر انك تغطي الاحداث اللي فيها رفاهية وما تغطي الاحداث. انا سؤالي تم دعوتك؟ لا طبعا على الاطلاق. انت طلبتي انك تروحين؟ كان ممنوع. ممنوع. ومع المحاذير حصلنا على تصريح، وتصريح جزئي، يعني اني انا انتقل ولكن اكون مع السجان وليس مع المسجون، وهذا من التناقضات اللي تطرقت لها. كان مؤلم انك انت تطالب في حريتك لتنقل معاناة ناس يفتقرون الى الحرية. فدخلنا في مفاوضات مطولة مع الإدارة الأمريكية مباشرة مع وزارة الدفاع، إلى أن تم السماح بمحاذير كثيرة وشروط أكثر من أنها تذكر في البرنامج، ومجموعة أوراق وتعهدات كلها قائمة على عدم الاقتراب من المساجين. حلو. انتقلت إلى غوانتنامو، شو اللي شفتي؟ يمكن اللي أنا شفته أقل من اللي شفته بالتلفزيون، لأن بعض وكالات الأنباء المحترفة كانت تنقل بعدسات أكبر وكان يسمح لها تسهيلات أكثر، لكن الأهم من اللي شفته اللي حسيت فيه الرحلة نفسها، أنك أنت تنتقل من ضفة إلى ضفة. طبعاً غوانتنامو هي جزيرة معزولة في أقاصي العالم، وما مثل ما ذكرت قبل قليل إنه ما يروح لها إلا بطيارة عسكرية ووفق محاذير ومرافقين وتفتيش وإجراءات هذه كلها. تخيل إن هي داخل الجزيرة في ضفتين وفي عبارة تنتقل من القسم المدني إلى القسم العسكري اللي فيه المساجين، يعني هذول المساجين داخل البحر، يعني الداخل مفقود والخارج مولود. فهذه المعاناة، يعني تخيل انك انت وانت بكامل حريتك بثلاث ايام تحس انك مسجون، فما بالك شنو مشاعرهم. فالاحاسيس انا بالنسبه لي اهم من المعلومه. ايه شو اللي شافت ريم الماء؟ اكثر من ان يقال. نسمع. بدليل ان انا نقلت الخبر في البدايه كخبر في الجريده، يعني تم تغطيته على 10 حلقات في 10 ايام، وبعد مرور سنوات، يعني بعد مرور تقريبا 10 سنوات تم توثيقه في كتاب نقل، ما يعني نقل المشاعر اللي استمرت 10 سنوات موجودة، كانت أكثر من ذكرى، كانت أفكار وليست ذكريات. أعيد السؤال، ما شو اللي شفتي؟ شو اللي ما شفته؟ شو اللي شافته ريم الماء؟ هل هو من المحظورات انك ما تتكلمين؟ لا بالعكس، انا قلت كل شفتي منظر، يعني خلينا نقول وصلت المعتقل، شلون الاجراءات كانت التفتيش؟ لا الاجراءات كانت طويلة. جدا وكان التفتيش ياخذ مراحل، وكل يعني انا ذكرته بالكتاب، ف يعني مو كان ذكرى الحين، يعني التفتيش كان مطول لساعات وساعات وكل شيء، وحتى الأشياء اللي تجيبها معك يعني محدودة، والمحاذير يعني وفترة إقامتك قليلة، يعني كانت إجراءات أمنية مشددة جدا في غوانتنامو. إيش كانوا خايفين منه؟ مساجين. الاقتراب منهم كانوا معتبرينهم مسجلين خطر، يعني معتبرينهم خطر. ونظرة العسكري الأمريكي لهذا المسجون اللي هو لا يزال متهم هي نظرة عدو. عدو طبعا. شلون كانت معاملة الأمريكيين للمساجين في غوانتنامو؟ طبعا في حضور هذا الكم الهائل من العدسات ووسائل الإعلام لا يمكنك أنت تشوف المعاملة الحقيقية، لكن شنو أقدر أقولك أكثر من أن السجين كان يذهب إلى دورات المياه مكبل. أمور الشخصية مكشوفة، سجون مكشوفة. في الفترة اللي أنا رحت لها كان السجن عبارة عن أقفاص مثل الحظيرة، يعني ما أمريكا أم الحرية. هذه المشكلة، مشكلة غوانتنامو هويتها الأمريكية.
لا ما بعيدة خارج الأراضي الأمريكية ولا ينطبق عليها القرارات الأمريكية الحفاظ على الشغل والمحاكمة والحريات المحترمة. ولا صار في محاكمة؟ ما في محاكمة. ما يعني انصدمتي يوم شفتي غوانتنامو؟ الصدمة الوحيدة أن هويته أمريكية، لكن السجن بحد ذاته السجن هو مكان مزعج، ومثل ما ذكرت قبل قليل يعني ما كان أول تجربة لي في الزيارات الميدانية. فأنا قبل أروح غوانتنامو زرت سجن النساء في الكويت، وكانت تجربة مؤلمة. السجون بحد ذاتها كلها يعني مؤلمة لمن يخطئ ويطبق عليه القانون. محتاجين السجون للتربية، محتاجين ما يكون في سجون، ما يكون في ناس. ما يصير ما في سجون. من يقتل، من يسرق، من يغتصب، من احنا محتاجين عقبة. نمنع الجريمة قبل وقوعها، هذه نمنعها، لكن لو أخطأ وثبت القضاء أن أخطأ أكيد محتاجين السجن أن نحفظ المجتمع. ولكم في القصاص حياة. واضح. شنو رد فعل الأمريكان شافوا كويتية صحفية تأتي وأول فتاة عربية، شنو كان نظرتهم لك؟ والله الأمريكان أو العالم يقيس حضارة أي مجتمع بوضع المرأة فيه، فكان وجودي في قلب الحدث كصحفية وكامرأة كان له جانب إيجابي، لأنه يقاس حضارة أي مجتمع من وضع المرأة فيه، وضع الصحافة فيه، وضع حرية الإعلام، وضع حقوق المرأة. ولكن في الوقت نفسه كان في استغراب، يعني أن هذا الاهتمام بهذه اللي هم معتبرينها شرذمة يفترض أن ما حد مهتم فيهم، فكان في استغراب من الموقف الكويتي الحريص على أبنائه. صار حديث بينك وبين مسؤولين أو مسؤولين أمريكيين هناك أو مدير السجن حديث عابر نظرة الجنود اللي هناك؟ إيه طبعاً، إحنا الأحاديث كانت مستمرة مع العسكريين في القاعدة، كل المعلومات كانت تنتقل من خلالهم، و يعني هم كانوا يتكلمون بصيغة إن الأعداء وإن هذول هاجمونا، وحتى كان الكلام إن هم معتقلين، يعني كانوا بينهم يقولون مجرمين، معانا إحنا يقولون معتقلين، فكان في تناقض. تناقض. منظر شفتيه هناك وما نسيتي؟ كثيرة المناظر، يمكن أكثر شيء كان مؤلم لما أشوف الحيوانات في الجزيرة مهدودة هدد تمارس حياتها الطبيعية، والبشر ما يتمتعون بالحرية. احنا ما نبي يكسرون خط، لأن قاموا أيضا في جريمة هم أيضا. اي بس لما تشوف في هالمكان الإنسان والحيوان وطريقة التعامل المختلفة، أكيد يعني منظر إنساني مؤلم بشكل. لو تم محاكمتهم بالقضاء الأمريكي أفضل من وضعهم في سجون غوانتنامو. بالتأكيد، لأن أنت قدامك متهم ممكن يثبت براءته وممكن تثبت إدانته ويحاكم. اللي حصل خطأ، لأن حتى يعني لا يعني حتى بعد ما تركوا ما كان في أي ثبوت لبراءة أو لإدانة. حلو. قررت تسوين كتاب برحلتك كويتية في غوانتنامو. ايش كثر اخذ منك اعداد هالكتاب؟ رجعت الى ملفاتي القديمه، انا احتفظ ببعض الاشياء اللي لم تنشر، يعني اشياء ذكرياتي انا الخاصه والشخصيه، وبدأت ادونها، وكان تجربه شوي مختلفه في اصدار الكتاب. يعني الكتاب هذا ما صدر بالطريقة التقليدية اللي هو الكاتب ينعزل ويعتكف ويكتب في فترة من الزمن، لا، كان في تفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فكانت هذه تجربة وايد ممتعة في الانتقال من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الحديث ووسائل السوشيال ميديا. ومن خلال تويتر لما فتحت حساب بدأت الناس تسأل، فمن خلال الأسئلة اللي وصلتني عن غوانتنامو لمست حرص الناس ورغبتهم في معرفة معلومات يعني موجودة بس ما تم جمعها بهالطريقة، وخصوصا ان هي مضى عليها فترة زمنية معينة، وفي شباب طالع مهتم اكثر، وبديت اجمع كل هالاستفسارات مع مذكراتي، وصدر الكتاب بطريقة يعني كان هدفي الأول هو الشخص اللي
عدو القراءة اللي ما يقرأ إنه يكون كتاب الأول، إنه يجذبه إلى القراءة، وإن شاء الله أكون حققت. الله يوفقك أستاذة ريم. الكتاب حد ذاته يعني هو مو هدف، الواحد وده يشارك، يقول كلمة، يقول رأي، بوده إنه مثل ما قلت في البداية إنه ما مو من كويتية في غوانتنامو إلى كويتية بالكويت، لأن تأمل إنه الكويت ما تصير غوانتنامو كبير. لا ما تصير غوانتنامو، وديرتنا ديرة خير ونعمة إن شاء الله، والحرية اللي فيها من خلال حتى هذا المكان أنتقد من رئيس الوزراء وتحت حسب ما يسمح فيه القانون. رسالتي الأخيرة، الكلمة توجهينها لفتيات العرب، لصحفيات العرب، شنو توجهي لهم؟ وخاصة أن العمل الصحفي صعب على الرجل، فما بال المرأة؟ طبعا المرأة يعني الله يعينها، هي دائما الله يعينها؟ الله يعينها، هي دائما وأبدا مطالبة بإثبات، لاحظ الكلمة، وكأنها مدانة، كأنها في غوانتنامو، بينما الرجل مطالب أنه يحقق ذاته، المرأة لازم تثبت ذاتها، تثبت جدارتها. ويعني تعتقدين المرأة مسجونة بالكويت؟ المرأة في الكويت هادين السقف على رأسها. تعبير قوي ريم، لأن تخيل أن يعني طموحها محدود إلى سقف معين وبعدين ينهد السقف على رأسها. لما تشوف الإحصائيات والأرقام، القوى العاملة بالكويت نسبة النساء في سوق العمل ونسبة القياديات ولا شيء، مو معقول أن كل امرأة مسؤولها رجل. تبين كل مرأة مسؤول؟ تبين العكس يعني؟ إذا هم أكثرية ليش لا تثبت وجودها؟ ليش بالبرلمان اللي قاعد يوصلون النساء قلة قليلة؟ ليش بالحكومة هم ندرة؟ قلت البرلمان صح؟ اي. من يختار بالدخول البرلمان؟ الشعب. والشعب منو فيه؟ الرجال والنساء. النساء مش اكثر من الرجل؟ مهما نطلب المرأة، لان التجربة البرلمانية محدودة وعمرها قصير نسبيا لو تقيسها بتجربة الرجال، ولا يزال الرجل يخطئ والمرأة تخطئ، ولكن خطأ الرجل خطيئة لان عنده الخبرة، المرأة ما عندها الخبرة. مع الرجل عندك عداوة مع الرجل؟ لا بالعكس، أنا دائما أقول أن الطاقة البشرية هي رجل وامرأة. يعني والله لو المرأة تختار من هالمكان، قلت أكثر من مرة، لو المرأة تختار مرأة 25% يا ريت. بالعكس أنا أتمنى أنا أتمنى مثل ما الإسلامي يعطي للإسلامي، القبلي يعطي لقبيلته، أنا أشوف أن وداويها بالتي كانت يداء، والعنصرية علاجها العنصرية، المرأة ليش لا. أنزين الأيام جاية وراح نتحاور حول قضية المرأة. أستاذة ريم، يعني أنا أتمنى أن تصل امرأة إلى البرلمان، وصل بأصوات النساء. هذه رسالة توجهها للنساء، أن توصل امرأة بدون صوت ذكر واحد. أتمنى راح تكون مهيئة وجه الرسالة ما للمرأة، ما تتعب على حالها وتوصل إلى مرحلة معينة ويقولون لها ما لك سقف طموحات. ومثل ما شفنا في مسرحية خالد النفيسي الله يرحمه، حامد ديار لما قال المرأة لها صوتين وحقوق المرأة، ولما خلص كلمته قال لهم مطابخكم. المرأة بالمطبخ أحسن ترى بالمرات، شو رأيك؟ والله مصيبة إذا كان هذا رأيك. أستاذة ريم المع، شكرا لك على حضورك ويانا اليوم. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، انتهينا من فقرة ضيف وحدث، ننتقل الآن إلى برنامج وجه لوجه مع الباحث الليبي السياسي وحديث عن الإرهاب في منطقة المغرب العربي مع الأستاذ نعمان بن عثمان. فاصل وارجع لكم.